السلام عليكم. الموقع ده فادني صراحة، فحبيت أشاركه معاكم. إن أنت تقدر تحول مثلا عندك ملف صوت داخل امتداد مش مقبول على برنامج اللي أنت عايز تشتغل عليه، فبتيجي هنا تقول له أنا عايز أحول أوديو كونفرتر. ميزته إن هو بيتعامل مع امتدادات كتيرة جدا، فتقدر إن أنت تحول من أي امتداد. أول ما تحمل ملف يقولك بقى تحول لأني ملف. دي الفورمات اللي هو شغال بيها، زي ما أنت شايف حاجات كتيرة جدا متنوعة. ممكن تقول له كونفرت، تقول له انا عايز احول فيديو، عايز احول صوره، فيقول لك حول ملف الصوره. وبعد كده شوف بقى الامتدادات اللي انت عايز تحول ليها، هتلاقي اغلب الصور موجوده زي ما انت عايز. حتى في انك تحولها لايكون مثلا. ممكن تحول ملف دوكيومنتس، ملف زي الوورد، ملف مضغوط. انت مثلا الويندوز بيفك اللي هو الزيب مش بيفك اللي هو الرار، وانت ما عندكش، فتقول له حولها لي. في برامج كتيرة للبرزنتيشن، فانت عايز تحول من ده هو بيدعم امتدادات كتيرة جدا. لو في امتداد عندك تقدر تحول له امتداد اخر. فالموقع شامل حاجات كتيرة، فونتات مثلا، اي بوك فورمات كونفرت. يعني ممكن يكون عندك ملف، مثلا حصل معايا ان انا عندي ملف اي بي يو بي وعايز احول له PDF عشان اقراه، فده كان سهل لي فكرة التحويل. زائد في حاجة اسمها OCR، Optical Character Reader. لو انت عندك ملف صورة وعايز تحوله لوورد او PDF او اكسل، فهو بيحول الصور، بيقدر يقرا الصور. اوبتيكال كاركتر ريكوجنايزيشن.